بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة لتعليم اللغة الفرنسية مع بعض عبارات اللغة الفرنسية، لكن هذه المرة باللسان الدارج كما لو نقول. إذا نتكلم عن لاغو لاغو، إذا أحيانا نتكلم عن أغوتيك، إذا نتكلم عن أدجيكتيف، نتكلم عن كلمة وصف أدجيكتيف أغوتيك، إذا كما لو نقول دارجي. إذا أغوتيك كاليفي سو كي رابور ألاغو، إذن دارجي كاليفي أنها تصف سو كي رابور، إذن هي تصف الذي عنده علاقة ألاغو بالدارجة، سيتادير بما معناه أو لونغاج كونفونسيونيل، إذن نتكلم عن اللغة المتوافق عليها، بارتيكولي إذن نتكلم عن لغة خاصة مثلا، أن غروب خاصة بمجموعة ما، إذن نتكلم عن لونغاج كونفونسيونيل أو بيان لونغاج بارتيكولي أن غروب، إذا نتكلم عن لغة متوافق عليها كما نقول، أو نتكلم عن لغة بارتيكولي أن غروب، أو نتكلم عن لغة أنها خاصة بمجموعة، ديك المجموعة مثلا ديال البحارة ديال المهندسين ديال الفلاحة إلى غير ذلك، تتكون عندهم واحد اللغة متداولة، إذا لا يفهمها تقريبا إلا هؤلاء، تتكون هاد اللغة خاصة بهاد المجموعات. أون بروفيسيون، أو تكون عندنا لغة مثلا خاصة بمهنة، أون كلاس سوسيال، أو نتكلم عن طبقة اجتماعية، مثلا طبقة الأغنياء تكون عندهم واحد اللغة، طبقة الفقراء تكون عندهم واحد اللغة، الطبقة المتوسطة مثلا من المجتمع تكون عندها واحد اللغة أخرى إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن طبقات، إذا نتكلم هنا عن لاغوتيك أو بيان أغو أو بيان لاغو، إذا أغوتيك كاليفي سو كي رابور أ لاغو، سيتادير أو لونغاج كونفونسيونيل بارتيكولي أ أن غروب أ أون بروفيسيون أ أون كلاس سوسيال إتسيتيرا. إذا نتكلم هنا عن لاغوتيك، إذا نتكلم عن أدجيكتيف كي كاليفي سو كي رابور أ لاغو، إذا نتكلم عن نعت أنه يصف لنا ما له علاقة بالدارجة، طبعا الدارجة سيتادير أو لونغاج كونفونسيونيل، إذا نتكلم عن الدارجة المقصود بها هنا واحد اللغة متوافق عليها بارتيكولي أن غروب أو خاصة بواحد الجماعة أو واحد المجموعة كما ذكرنا قبل قليل، أون بروفيسيون أو تتكون خاصة بواحد المهنة، أون كلاس سوسيال أو تتكون خاصة بواحد الطبقة اجتماعية، مثلا طبقة الحكام، طبقة المتوسطة، طبقة الغنية، طبقة الفقيرة إلى غير ذلك، تتكون عندهم واحد اللغة خاصة بهم مثلا إتسيتيرا. إذن هنا غنشوفوا بعض الكلمات المتعلقة بالدارجة الفرنسي إن صح التعبير. نأخذ أول كلمة كما عندنا هنا ليغيبول، ليغيبول إذن المقصود بها لي جونب، إذن نتكلم عن الساقين. إذن طبعا كلمة غيبول ممكن أن تكتب بدوزال أو تكتب ب ينسر ال او تكتب ب ال واحده. اذا نقول مثلا جمال او غيبول، اون بو سو ريبوزي ان بو، اون بو سو ريبوزي ان بو، جمال او غيبول اون بو سو ريبوزي ان بو. اذا جمال او غيبول، انا عندي الم او غيبول في الساقين، اون بو سو ريبوزي ان بو، يمكننا ان نستريح ان بو قليلا، اذا ممكن اننا نستريح قليلا لأنني عندي ألم في الساقين. إذا بدل أن أقول جمال أو جنب نقول ماذا؟ جمال أو غيبول، أون بو سو ريبوزي أن بو، إذا أنا عندي ألم في الساقين يمكننا أن نستريح بعد الوقت. À la fin de la rando il ne tenait plus sur ses guiboles، À la fin de la rando il ne tenait plus sur ses guiboles، إذا À la fin de la rando، إذا في نهاية الرحلة. طبعا كلمة غاندو كما تلاحظوا ممكن نقول غاندوني كما سنرى، il ne tenait plus sur ses guiboles، كما نقول هنا il ne se tenait plus، il ne se tenait plus، كما نقول انه لم يستطع ان يقبض نفسه، هنا عندنا انه لم يقبض، il ne tenait plus، انه لم يكن يقبض sur ses guiboles، على فوق ساقيه، المقصود هنا بأنه لم يعد يستطيع الثبات فوق ساقيه، لماذا؟ لأن الرحلة كانت طويلة مثلا أو كانت متعبة. إذا على فادو لاغاندو il ne tenait plus sur ses guiboles، في نهاية الرحلة أنه لم يستطع الوقوف
على ساقين من كثرة التعب. إذا غاندو كما قلنا ممكن نقول غاندوني استمو في ميناء، إذا نقول لغاندوني أو بيان لغاندو. إذا نتكلم عن لونغ بروموناد، إذا نتكلم عن رحلة طويلة نقول مثلا غاندوني بيدستر، نقول مثلا غاندوني بيدستر. طبعا بيدستر عندها علاقة بلو بي، عندها علاقة بلو بي، لو بي يعني الرجل. إذن كما نقول هنا رحلة رجلية، رحلة على الأقدام، نتكلم هنا عن رحلة على الأقدام. إذن غاندوني بيدستر، طبعا كلمة بيدستر هذه سناتجكتيف، إذن نتكلم عن وصفنا. ثم الكلمة التالية، ثم الكلمة الموالية عندنا بومي، بومي تكتب بهذا الشكل، هذه المقصود به بيغدا يعني فقد. جي أونكور بومي ميكلي، أنا أيضا أكثر من هذا فقدت مفاتيحي. جي أونكور بومي ميكلي، جي أونكور بومي ميكلي، أنا أيضا أكثر من هذا أنا فقدت مفاتيحي. إذا نتكلم عن لوفير بيغدا، أو كما عندنا هنا بومي. نقول مثلا، نقول مثلا أون بوم ترو دو طون دون لي بوشون، أون بوم ترو دو طون دون لي بوشون، يعني أننا نفقد الكثير من الوقت دون لي بوشون، أون بوم ترو دو طون دون لي بوشون. طبعا كلمة بوشون ممكن أن تعني ما تغلق به القنينات، سدادات القنينات نقول لي بوشون. لكن أيضا كلمة بوشون كما عندنا هنا أنها تعني ذلك الازدحام، ازدحام السيارات في الطرقات، كأنها سدادات، أنها تخلق تلك السدادات فلا يستطيع الإنسان أن يمر. إذا نتكلم عن لي بوشون، أون بوم ترو دو طون دون لي بوشون، أون بوم ترو دو طون دون لي بوشون، أننا نفقد الكثير من الوقت في هذه السدادات. إذا نقول مثلا بومي المقصود بها بيردي، بومي بيردي. بنفس الشكل بنفس الطريقة بومي المقصود بها بيردي يعني مفقود. إذا جو كخوا كوني بومي، أنا أعتقد بأننا فقدنا. إذا جو كخوا كوني بومي، أنا أعتقد بأننا فقدنا. جو نتخوف بالو شوم، أنا لم أجد الطريق يعني ما عرفتش من غنمشي. جو كخوا كوني بومي، جو نتخوف بالو شوم، إذا أنا أعتقد بأننا فقدنا، أنا لم أجد الطريق. مي بوركوا أجيتيل كوم سا؟ جو كخوا كيلي أن بو بومي أن سو مومون، جو كخوا كيلي أن بو بومي أن سو مومون. Mais pourquoi agit-il comme ça? Je crois qu'il est un peu paumé en ce moment. Et donc, ولكن لماذا هو ينتفض هكذا؟ لماذا هو ينتفض هكذا؟ Pourquoi agit-il comme ça? Je crois qu'il est un peu paumé. أنا أعتقد بأنه هو فقد en ce moment في هذه اللحظة. Se paumer, se perdre. Et donc, se paumer, المقصود به se perdre. يعني فقد. Ils se sont paumés dans la forêt. Et donc, هم فقدوا في الغابة. Ils se sont paumés dans la forêt. On fouqidou fil ghaba. Et donc, on parle de le verbe se paumer. Ou alors, on parle de le verbe paumer comme on l'a vu. Paumer, annaka tafqidou shay'an. Se paumer, annaka tafqidou nafsak. Comme on dit. Le verbe paumer, c'est un verbe transitif. Et donc, on parle de fi'l muta'addi. Annou yahtaj li maf'oul bih. C'est un mot familier. Comme on parle de kalima 'ammiya. Le maqsoud biha perdre. Mathala on dit جي بومي تو لو فخيك. طبعا لو فخيك المقصود بها لارجون، مقصود بها الدراهم، مقصود بها الاموال او حتى الثروه الحرام، هي كلمه عاميه. اذا برونومينال سو بيردر كما قلنا جي بومي تو لو فخيك، جي بومي تو لو فخيك، انا فقدت كل الاموال. طبعا لو برونومينال ديال بيردر هو سو بيردر. ال سي بومي اون روت، elle s'est paumée en route. Elle s'est paumée en route. Et donc, il faut qu'idat fait tariq. Elle s'est paumée en route. Il faut qu'idat fait tariq. Et donc, quand elle est à la tariq, probablement, elle s'est rafetée à la tariq une autre. Et donc, il faut qu'idat. Tout le monde a une kalima mouali, il y a fastoche. 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 Le maqsoud bien facile. Facile. Yani, seul. Tu sais faire ça toi? Ante ta'arifu. فعل هذا انت، انت واش تعرف دير هذه انت؟ تي سي، تي سي، هذا لو فيرب سافوار، تي سي، هذا لو فيرب سافوار. اذا نقول
Je sais, tu sais, il sait. Nous savons, vous savez, ils savent. Tu sais faire ça, toi? أنت تعرف فعل هذا أنت؟ أو أنت تعرفين فعل هذا أنت؟ إذا الجواب يكون وي فاستوش، نعم سهل، سي فاستوش، إنه سهل. إذا نقول فاستوش أو بيان سي فاستوش، سي فاستوش، إنه سهل. نقول مثلا سيت إكزارسيس إيتي فغيمون فاستوش، هذا التمرين سيت إكزارسيس إيتي فغيمون فاستوش، هذا التمرين كان فعلا سهلا. توت لا كلاس، توت لا كلاس لا تيرميني او موا دو 5 مينوت، كل الفصل لا تيرميني، يعني كل تلامد انهم انه لا تيرميني انهم انه او موا دو 5 مينوت، في اقل من 5 دقائق، في اقل من 5 دقائق. اذا سيت اكزارسيس اي فريمون فاستوش، توت لا كلاس لا تيرميني او موا دو 5 مينوت، هذا التمرين كان حقا، كان حقا سهلا. توت لا كلاس لا تيرميني او موا دو 5 مينوت، كل القسم انهاه في اقل من 5 دقائق. ثم عندنا كلمه اخرى اللي هي ان بيدول او بيان ان تروك او بيان ان ماشا ان ماشا. اذا هذه الكلمات تقريبا متشابهه، تعني شيء ما او شيء غير معروف، كلكو شوز ان اوبجي شيء ما. اذا نقول مثلا سي كوا سو بيدول، سي كوا سو بيدول سور طون بيرو، سي كوا سو بيدول سور طون بيرو، ما هذا الشيء، ما هذا العجب فوق مكتبك، ما هو هذا الشيء فوق مكتبك، سي كوا سو بيدول سور طون بيرو، كيسكو سيكسو ما شاء الله، ما هذا العجب هنا، ما هذا الشيء هنا، كيسكو سيكسو ما شاء الله. Il me faudrait un macha pointu pour réparer ça. Il me faudrait un macha pointu pour réparer ça. Il me faudrait. كما نقول أنه ينقصني، أنني أحتاج. Il me faudrait. أنه ينقصني أو يتوجب علي، إن صح التعبير. Il me faudrait. أنه يتوجب علي، المقصود أنني أحتاج. Un macha. أحتاج شيئا. Pointu. Pointu. حادا. مثلا او ناتئا كالمسمار، او ناتئا كالمسمار، بو ريباري سا لاصلاح سا هذا، لاصلاح هذا الشيء، لكي اصلح هذا الشيء ليصبح جاهزا للاستعمال. اذا انا احتاج شيئا ناتئا حادا. il me faudrait un machin pointu pour réparer ça. il me faudrait un machin pointu pour réparer ça. ثم هذه الكلمات نفسها بيدول وبيا ماشا وبيا تخيك ممكن نستعمله في معنى آخر، عندما نريد أن نذكر اسم شخص ما فلا نتذكره، ماذا نستعمل هنا؟ هنا طبعا نستعمل هذه الكلمات، نقول مثلا بيدول أو نقول مسيو ماشا أو نقول مسيو ماشا وبيا مادا تخيك. إذا أون بو أوسي سون سيرفيغ، يمكننا أيضا أن نستعملها كونت أون نغوتخوف بلو لونو دو كيلكا، كونت اون نغوتخوف بلو لونو دو كيلكا، عندما لم نعد نتذكر اسم شخص. إذا هنا نستعمل الكلمات، نقول مثلا جي دوموندي أ مسيو، مسيو بيدول، مسيو تخيك، مسيو ماشان، أنا طلبت من السيد بيدول، يعني السيد كذا، مسيو تخيك، أو السيد كذا، مسيو ماشان، أو نقول مسيو ماشان للتعبير على نفس المعنى. ثم يقول زيت جاوب لي سونو. كلمة زيت كما نتكلم عن أسف، زيت كما نقول للأسف جي أوبلي سونو، أنا نسيت اسمه. إذا كما قلنا الآن جي دوموندي أ مسيو، مسيو بيدول، مسيو تخيك، أو بيان مسيو ماشا، زيت جي أوبلي سونو، للأسف نسيت اسمه. الفوك تي فينيس سا أفيك ماشا، يجب أن تنهي هذا أفيك ماشا، مع سيد كذا، مع ماشا، يعني مع هذاك، حتى نقولوا حنا خاصك تكمل مع هذاك، يعني مع هذاك السيد اللي نسيت الاسم ديالو، اللي نسيت ذكر الاسم ديالو. il faut que tu finisses avec machin، avec machin لا، اذا مع السيد كذا. tu sais، tu sais، انت تعرف. ce gars qui est arrivé la semaine dernière، هذاك السيد اللي جا الاسبوع الماضي، هذاك السيد اللي جا الاسبوع الاخير، يعني راك عرفتي الاسم ديالو شكون.
الفوكت فينيسا افيك ماشان، يجب أن تنهي هذا مع السيد كذا. لا لا، يعني هذاك. تسي، أنت تعرف، واش عرفتي؟ سوغار، هذا السيد كي تاريفي لا سومين ديرنيير، الذي وصل الأسبوع الأخير. ثم نضم الكلمات طبعا الدارجة، كلمات ناز وبيان ناز بهذا الشكل. إذا المقصود بها نول وبيان موفي. نول كما نقول لا شيء، نول نقول عن شيء بأنه نول يعني أنه صفر، موفي نقول مثلا ماتش نول. إذا نتكلم عن لقاء في مباراة كرة القدم أنه انتهى بصفرين، أنه انتهى بصفر لصفر، موفي وبيان موفيز. إذا نتكلم عن سيء، موفي وبيان موفيز. إذا نتكلم عن سيء، سو فيلم إي كومبليتمون ناز، هذا الفيلم إي كومبليتمون ناز، هو تماما سيء. نو با لو فواغ، لا تذهب لرؤيته. نو با لو فواغ، لا تذهب لرؤيته. هاد كلمة ناز عندها معنى آخر، أوتر سونس، معنى آخر، فاتيغي. إذا ممكن أن كلمة ناز تعني فاتيغي، يعني متعب. جو سوي ناز أجوردوي، أنا تعبان هذا اليوم، أنا متعب هذا اليوم. جو كخوا كو جو نوفي با فيغ غون شوز، أنا أعتقد بأنني لن أفعل شيئا كبيرا، أنا لن أقوم بعمل كثير، لن يكون لعملي مردودا كبيرا. إذا جو سوي ناز أجوردوي، جو كخوا كو جو نوفي با فيغ غون شوز. بانتوفلار، سي كيلكا كي نيم با فواياجي اي بريفير ريستي ترانكيلمون شي لوي سون شانجي دابيتود. إذا بانتوفلار كما عندنا هنا، سي كيلكا كي نيم با فواياجي، هو شخص ما الذي لا يحب فواياجي، السفر. اي بريفير، ثم انه يفضل، طبعا هنا عندنا لو فيرب بريفيري، اي بريفير ثم انه يفضل ريستي ترانكيلمون شي لوي، أن يبقى هادئا في منزله. شيلوي كما نقول عنده، المقصود في منزله. سون شونجي دابيتود، بدون أن يغير من عاداته، بدون أن يغير من العادات كما عندنا هنا. سون شونجي دابيتود، بدون تغيير عادات. إذن هو لا يريد أن يغير من عاداته، فيذهب مثلا في رحلة إلى غير ذلك، لأنه هو ألف البقاء في منزله مثلا، هادئا لا يريد أن يشغل باله بشيء. إذا نقول مثلا tu veux l'emmener faire le tour du monde، tu veux l'emmener faire le tour du monde، هل أنت تريد أن تصطحبه، هل أنت تريد أن تأتي به faire le tour du monde، ليقوم بجولة حول العالم. يكون الجواب لوي، هو كي بانتوفلار، أنت تتكلم عنه هو كي بانتوفلار، يعني الشخص الذي لا يريد أن يهجر مكانه ولا يريد أن يغير من عاداته. أنت تتكلم عنه بانتوفلاغ، اللي هو بانتوفلاغ يعني المقصود أنه لا يغير من مكانه ولا يريد أن يغير من عاداته. إنك سيتخجامي، هو لن يقبل أبدا، هو لن يقبل أبدا، إذن هو لن يذهب معنا. إذن نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.